السلام عليكم، سأروي لكم اليوم قصة عن الإمام البخاري تظهر مدى عظمة هذا الرجل والمكانة التي حباه الله إياها، مما جعلت منه واحد من أعظم عظماء التاريخ الإسلامي، وجعلت كتابه صحيح البخاري ثاني كتاب في الأهمية والقدسية بعد القرآن الكريم. يروى أن الإمام البخاري ركب ذات يوم سفينة في البحر وكان معه سرة فيها 1000 دينار، وكان ذلك المبلغ مبلغا طائلا في حينه. فجاء إليه رجل من أصحاب السفينة وتعرف عليه وأظهر له الحب والمودة وأخذ يتقرب منه ويجالسه دائما. وعندما وجد الإمام البخاري حبه وولاءه أخبره ذات يوم عن سرة الدنانير والموجود فيها. تحركت نوازع الطمع في قلب ذلك الرجل وأراد الاستيلاء على هذه السرة، لذلك لجأ إلى خطة خبيثة، فاستيقظ ذات صباح وبدأ بالصراخ والعويل وبدأ يلطم وجهه. التف الناس حوله يسألونه ما به، فقال لهم: كان عندي سرة فيها 1000 دينار ولكنني فقدتها اليوم. بدأ الناس يبحثون عن هذه السرة وبدأوا يفتشون أغراض المسافرين. عندها انتبه الإمام البخاري إلى هذه الخطة الخبيثة، فأمسك بسرة الذهب التي معه وألقاها في البحر خفية، وذلك خشية أن يتهموه بأنه سارقها. وعندما انتهى الناس من تفتيش السفينة ولم يجدوا شيئا، عادوا إلى ذلك الرجل ووبخوه واتهموه بالكذب، وسقطت مكانته في أعينهم. بعد أن انتهت الرحلة ونزل الناس من السفينة، ذهب ذلك الرجل إلى الإمام البخاري وسأله: ماذا فعلت بسرة الدنانير؟ قال له البخاري: رميتها في البحر. قال له: كيف استطعت أن ترمي بكل هذا الذهب في البحر؟ وكيف صبرت على ضياع كل هذا المال منك؟ قال له البخاري كلمة أو عبارة تكتب بماء الذهب. قال له: أنا أفنيت حياتي كلها أجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف الناس عني صدقي ووثقوا فيه، فلم يكن أبدا من الممكن أن أعرض سمعتي إلى تهمة سرقة مهما كان الثمن مقابلها. وهل الدرة الثمينة التي حصلت عليها طوال حياتي، وهي ثقة الناس والعدالة التي اتصفت بها، هل أضيعها مقابل هذه الدنانير مهما كثر عددها؟ هذا هو الإمام البخاري، وهذه أمانته، وهذه عدالته، هذه حرصه على نقل حديث رسول الله بكل أمانة وبكل ثقة. هذه القصة مأخوذة من كتاب سيرة الإمام البخاري للإمام عبد السلام المبارك فوري. إن أعجبتكم القصة نرجو مشاركتها ومشاركة القناة.